طيب السلام عليكم. آخر موضوع غطيناه يا جماعة كان موضوع الـ Start Activity for Result. Start Activity لحالها، احنا نبدأ Activity لكن الـ Activity اللي شغلت ما بتنتظرش أي نتيجة من الـ Activity اللي شغلناها. لكن إذا أنا بنتظر نتيجة من الـ Activity اللي شغلتها، مثلا أنا ممكن أشغل Activity أدخل من خلالها بيانات، والبيانات لازم ترجع للـ Activity الأولى. كثير هذا بتحصل مرات، انا بكون عندي نموذج والنموذج منه بتفرع، مثلا بطلب من المستخدم يدخل بيانات، بعدين بقول له دخل لي مثلا اولادك، فيش وسع في الديالوج الاساسي، فبروح بفتح له اكتيفيتي يدخل فيها تفاصيل اضافيه، ومفروض البيانات ترجع من الاكتيفيتي الثانيه للاولى. الان المحاضره الماضيه شفنا مثال اللي هي الهوبيز الهوايات، كان عندي ريزلت اكتيفيتي عبارة عن ليست فيو فيها هوايات بختار منها العناصر، والعناصر اللي بختارها بدها ترجع للاكتيفيتي الاولى. طريقة عمل الستارت اكتيفيتي فور ريزلت، لان انا في المين اكتيفيتي عندي باتون ضغطت عليه عملت انتنت عشان اشغل الاكتيفيتي الثانية، وبعدين قلت له ستارت اكتيفيتي فور ريزلت بدل ستارت اكتيفيتي، هيك بشغل الاكتيفيتي وبضل يستنى بيانات توصل له. لأن البيانات اللي هتوصل له كيف هيعرف انها وصلت البيانات او رجعت بيانات؟ هتشتغل كول باك ميثود اسمها اون اكتيفيتي ريزلت. اذا الاون اكتيفيتي ريزلت اشتغلت معناها في بيانات رجعت للاكتيفيتي هذه. طبعا امتى اللحظه اللي هترجع فيها البيانات؟ لما الاكتيفيتي اللي انا فتحتها اسكرها. تمام، الاكتيفيتي ريزلت ببساطه ايام عملنا ليست فيو، وبصير انا اختار عناصر وكل عنصر بختاره بخزنه في سيلكتد هوبيز، وبعدين بجهز البيانات اللي هيرجعها للاكتيفيتي الاولى. كيف تجهيز البيانات؟ في ميثود موجوده في السوبر كلاس في الاكتيفيتي اسمها سيت ريزلت. سيت ريزلت هذه بقول لي انت، لان هذا المين اكتيفيتي وهذه نسميها ريزلت اكتيفيتي. هنا انا عملت ستارت activity for result. تمام، اشتغلت مين؟ هذه الخطوه الاولى، اشتغلت الاكتيفيتي هذه. لما اجمع البيانات من الاكتيفيتي هذه لازم اجهز البيانات عن طريق set result اللي هي الميثود هذه شايفينها، وهذه انهرتد من السوبر كلاس. هذه set result بتاخذ حاجتين، في حاجه اسمها result code وحاجه اسمها الداتا. هل قلت حط اي رقم الريزلت كود؟ مش ما بيعنيناش كثير، هنحكي ايش فايدته الان. الريزلت كود والداتا. الداتا اللي بدك تعطي لها اياها في الست ريزلت لازم تكون على شكل انتنت. احنا تعودنا الانتنت امتى بنستخدمه؟ لما نشغل اكتيفيتي. هذا استخدام اخر للانتنت انه احنا نخزن فيه داتا. ليش؟ هو طالب مني هيك. الميثود بدها انتنت، فبدنا نعمل بده اياه. فهي عملت انتنت ماله؟ فاضي. ورحت خزنت في الانتنت الاري ليست اللي اجت عندي. ممكن تحط في الانتنت انواع كثير بيانات، انتجر، فلوت، دبل، سترينج، وبعدين بقول له ست ريزلت. هيك ما بعتش البيانات، ما رجعش البيانات، هيك تجهز البيانات لايش؟ للارجاع. يعني في اللحظه اللي بتعمل فيها باك او فينش او بتسكر الاكتيفيتي اللي موجود في الريزلت هيرجع للمين اكتيفيتي. فاول ما تسكر هذه الاكتيفيتي، هي الخطوة الثانية ست ريزلت، لما تسكر الاكتيفيتي هذه هترجع البيانات وهتشتغل الميثود اللي اسمها اون اكتيفيتي ريزلت اللي انت بتستقبل من خلالها البيانات. وين هذه الاون اكتيفيتي ريزلت؟ في المين اكتيفيتي. هاي المين اكتيفيتي وهي الاون اكتيفيتي ريزلت. الان فعليا في التطبيق تبعي في الحالة هذه انا بس مستدعي ستارت اكتيفيتي فور ريزلت واحدة، لكن ممكن التطبيق يكون عندك اكثر من ستارت اكتيفيتي فور ريزلت. تشغل زر بيشغل فيديو، زر بيشغل كاميرا، زر بيشغل شاشه الهوايات هذه. فعليا اي واحده منهم ترجع بيانات هيستدعي مين؟ اون اكتيفيتي ريزلت. كلهم بيستدعوا نفس المثل. يبقى انت لازم تحط حاجه تميز فيها مين اللي رجع البيانات. هذا عن طريق مين؟ عن طريق الريكوست كود. يعني انت هنا لما استدعيت الاكتيفيتي هذه حطيت ايش؟ أربعة، وهلقيت لما نشغل الكاميرا هنحط خمسة مثلا أو أي رقم تاني. لما تيجي تستقبل النتيجة تيجي تفحص الريكوست كود،
اللي هو انت بعته. اذا كان اربعة تعرف انه هذه النتائج جاية من وين؟ من وين؟ من الاكتيفيتي الريزلت اكتيفيتي. else if request code يساوي 5 مثلا، بتعرف انه جاي من حاجة تانية وبتعالجه بطريقة مختلفة. فعن طريق الريكوست كود بتميز. الريزلت كود ايش فايدته؟ ما ليش فايدة كبيرة، بس من فوائد الريزلت كود انه الاكتيفيتي هذه تبعت مثلا واحد او صفر، انها تبين انه العملية تمت بنجاح او لا. يعني مثلا في البرنامج الكاميرا بستفيد من الريزلت كود، بعرف انه اخذ الصورة ولا ما اخذش. ما هو مين بده يبلغني فيها؟ الريزلت الاكتيفيتي او الالبة بشغلها. الريكوست كود لازم عشان تميز من وين لمين انت بعت الطلب ومن وين اجى، من وين اجى الريزلت. الريزلت كود ممكن يكون مفيد امتى؟ عشان لما ترجع النتيجه يقول لك انه رجعت بنجاح او في خلل او اي تفاصيل. يعني الان على النمط هذا تعالوا نشوف كيف احنا نعمل او نشغل كاميرا. شفنا المحاضره الماضيه في عندي زر اسمه كاميرا، بدنا نشغلها. يشغل الكاميرا، اخذ صوره، يعرض لي الصوره هنا. تعال الان على المين اكتيفيتي وبدنا نجيب البتن تاع الكاميرا. تشغيل الكاميرا على واحد من طرق تشغيل الـ implicit intents اللي الواحد بيحفظوش، بس ممكن يلاقي على الانترنت. لو انت بحثت كيف نشغل كاميرا هتعرف ايش الـ intent الـ action تبعها بالضبط. الان عشان نشغل كاميرا بنقول له intent يساوي new، نسيت اسجل، media store، والله اسجل لقيت. يا جماعة هاي جبنا زر الكاميرا، بدنا نعمل الاكشن عليه الان. intent الاكشن تاع الكاميرا اسمه media store dot action image capture. هذا اسم الاكشن الانتنت تاع تشغيل الكاميرا. بدك فيديو، action video capture. طيب بعدين بتقول له start activity for result وبتبعت الانتنت. بده request code، حط ايش request code بعده. تمام، هيك المفروض يشغل البرنامج الكاميرا. تمام، هيفتح برنامج الكاميرا، هتصور صورة، بتقول له اوكي. تمام، اول ما تضغط اوكي النتيجة هترجع لمين؟ للمين اكتيفيتي هذه. الان هذا الشغل اسهل من اللي اشتغلناه المرة الماضية. ليش؟ لانه المرة الماضية كنا نفكر في المين اكتيفيتي والريزلت اكتيفيتي. طب والريزلت؟ مفيش ريزلت فيها؟ هتجي ريزلت، بس هتجي وين؟ اون اكتيفيتي. يعني انت الان هنا شغلت برنامج الكاميرا، اشتغلت وصورت، المفروض الريزلت هي عبارة عن ايش؟ بيرجع الصورة. تمام، وين هتيجي؟ وين هيستقبل النتيجة؟ في الاون؟ لا، وين؟ في المين. في الاون اكتيفيتي ريزلت، زيها زي مين؟ زي بتاعت ريزلت اكتيفيتي اللي احنا عاملين. بس هلقيت هذه الاون اكتيفيتي ريزلت مين بيستدعيها في التطبيق تبعنا؟ في اكتيفيتي، في تو اكتيفيتيز ممكن يشغلوا الاون اكتيفيتي ريزلت بتاعت الهوبيز وتاعت الكاميرا. كيف بنميز بينهم؟ عن طريق الريكوست كود. فبنقول له else if الريكوست كود يساوي 5، هيك بعرف انه النتيجه هذه جايه من وين؟ من الكاميرا. وين هلاقي النتيجه؟ في الانتنت اللي هو الداتا هذا. تمام، هين بتكون النتيجه. كيف هذه نستقبلها؟ كالتالي: داتا دوت جيت اكستراز
دوت جيت داتا. هيك هو بقول لي عشان تجيب بيانات الصوره زي هيك. ايش طبيعه البيانات اللي برجعها؟ هلقيت هقول لك هذه بتيجي كحاجه اسمها بيت ماب. تيجي لحاجه اسمها بيت ماب. ايش البيت ماب؟ اللي مش بنعرف الصوره عباره عن مصفوفه وكل بيت كل مكان في بيكسل فيها عباره عن قيم بالباينري، هذا بنسميها البيت ماب. يعني هذا البيت ماب هي ايش؟ الصوره. الان ضل علي بس نعرض الصوره. وين بنعرض الصوره؟ في الايمج فيو. بدنا نجيب الايمج فيو. هاي ايمج فيو اي ام فايند فيو باي اي دي، لانه انا في عندي ايمج فيو. هاي الايمج فيو. لان الايمج فيو احنا كنا نحط ست ايمج ريسورس، صح ولا لا؟ هل قلت في عندك حاجه ثانيه اسمها ست ايمج بيت ماب؟ تعطي له البي ام. طب لو بحفظها عندي في الريسورس بتضلها عندي يعني؟ نحفظها كفايل مثلا؟ ممكن تحفظها كفايل. بس لحظه شوي، خلينا نجرب هذه اول. طيب هل قلت لو ضغط على كاميرا مفروض ايش؟ كاميرا تشتغل. اعمل تشيز يا شباب. طيب هاي تمام، هاي اوكي، وهي عرض الصورة ايش؟ في الايمج فيو. طيب الان انا فرجيتك كيف تعرض الصورة في الايمج فيو. ممكن الصورة هذا تحفظها في ملف على الديفايس، بس مش هفرجيك هلقيت طريقة حفظ الصورة في ملف. ليش؟ لأن أنا بدي أفرجيك كيف تحفظها في ملف. بدي ندخل في طريقة كيف أنا بدي أوصل لأنواع الفولدرز والملفات في الديفايس، وبعدين هندخل في موضوع السكيورتي والبرميشنز. وإذا دخلنا في البرميشن بدنا ندخل في البرميشن فريم ورك، سكيورتي فريم ورك بتاعت الاوريو، انواع البرميشنز دينجرس ومش دينجرس، وكيف تعمل ريكوست للبرميشن. فقصه ايش؟ طويله. فخلي كل حاجه تيجي ايش؟ بوقتها. ماشي يا جماعه؟ هيك خلصنا موضوع الستارت اكتيفيتي فور ريزلت وكيف نشغل الكاميرا. نيجي على ننتقل لايش؟ لموضوع ثاني اللي هو الفراجمنتس. لا ما قلتش، حكيت انه لا اخر مره بس لما سالناك اخر مره قلت. انتوا يا شباب المشكله بتلقطوا الكلمه اللي بتعجبكم وبتسيبوا الكلمه اللي بتعجبكوش. هيك الدنيا. يعني انا بكون ايش قلت له؟ قلت له يمكن لو ما ضلش وقت بناخذها الفصل الجاي. ساب اللي قبل. وتذكر بس ناخذها الفصل. شباب بسألوك عن امتحان الدكتور. الدكتور عامل بونص. طيب يا شباب انتبهوا معي بالله. الان بدنا ندخل في موضوع جديد. والموضوع هذا مهم جدا، وكل ما بعد الموضوع هذا غير ما قبل الموضوع. تمام، يعني هذا الموضوع يعتبر نقطة تحول في طريقة بناء التطبيقات. تمام، اللي هو موضوع الفراجمنتس هذا. فبدك تركز معايا لانه اللي بعد هيك كله هيكون شغل على الفراجمنتس. نحكي ايش هي الفراجمنتس وليش احنا الموضوع هذا مهم، وايش بفرق على اللي قبل، وليش هو نقطة تحول. هذا الموضوع لازم نفهم. الان يا شباب احنا تعودنا انه احنا لما نعمل واجهات نستخدم اكتيفيتيز، ولما بدنا التطبيق مكون من اكثر من واجهه
بنعمل اكثر من اكتيفيتي وكل اكتيفيتي بتفتح اكتيفيتي ثاني، تمام. لكن هذا التصميم بحققش كل الفلكسبيليتي او المرونه او الاهداف اللي انا بطلع لها. ليش؟ تخيل مثلا انا عندي تطبيق اخباري، تمام، عندي مثلا ليست فيو وفي عندي اخبار هيك، تمام، وبدي اضغط على كل خبر يفتح لي يعني صفحه جديده. لان في الحاله هذه يعني انت عشان تعرف تفاصيل الخبر بلزمك تضغط هنا يروح يفتح لك اكتيفيتي جديده. طب والليست فيو هذه وين راحت؟ بتختفي، تمام. طبعا ممكن ايش تعمل انت؟ عندك 10 اخبار تعمل 10 اكتيفيتيز، وهذا تفكير غلط، صح. لكن ايش ممكن تعمل لو هذول الاخبار في الداتابيز؟ تبعت بس الاي دي، وهنا في الاكتيفيتي بتقرا الاي دي وبتعرضه عندك على الشاشه. طيب الان هذا التصميم باستخدام الاكتيفيتيز في مشاكل. اول مشكله لما تيجي تشتغل انت ريسبونسيف ديزاين. ايش هي ريسبونسيف؟ يعني التصميم الابلكيشن يتناسب مع حجوم الشاشات. التطبيق تبعك هذا ممكن انت تشغله على جهاز شاشته صغيره. في حاله انه اشتغل على شاشته صغيره، انت حابب انه يكون يعرض الليست لحالها في شاشه، ولما تضغط يعرض لك تفاصيل الخبر في شاشه ثانيه. لكن انت ممكن التطبيق نفسه تشغله على تابلت. لما تشغله على تابلت بدك ايش؟ بدك يطلع عندك الليست هين، ولما تضغط على اي خبر يفتح لك تفاصيله بالشكل هذا. نفس التطبيق هنا عرض شكل وهنا عرض شكل ثاني. الان هذا لو انت بتصمم باستخدام اكتيفيتيز بس، العمليه متعبه هتكون. ليش؟ لانه بدك تقول هذه بدها تكون ايش؟ اكتيفيتي، وهذه بدها تكون ايش؟ اكتيفيتي ثاني، وهذه اكتيفيتي ثالث. تصميم ماله مختلف. هنا الليست فيو مع المحتوى موجودين في نفس المكان. يعني بدك عندك ثلاثه اكتيفيتيز عشان تعمل التصميم هذا. باستخدام الفراجمنتس الميزه فيها التالي، انه انا ايش هي كلمه فراجمنت؟ قطعه، تمام. قطعه معناها انه انت لما تيجي تصمم التطبيق تبعك بتصمم اجزاء اليوزر انترفيس كقطع، وبتاخذ القطعه هذه وبتركبها بالطريقه اللي انت بدك اياها. يعني لو انا بدي اصمم هذا التطبيق بدون اكتيفيتيز باستخدام فراجمنت، بنصير ايش نعمل؟ بنصير هذا بنصممه كفراجمنت او قطعه، وهذا بنصممه كايش؟ كقطعه واحده. فبنصير الان بنقول له اذا اشتغل الجهاز، اذا اشتغل البرنامج على جهاز شاشته صغيره، اعمل تو اكتيفيتيز، حط في الاكتيفيتي الاولى القطعه الاولى وهذه القطعه الثانيه. اذا اشتغل البرنامج نفسه على جهاز تابلت، جيب القطعتين وجمعهم جنب بعض وحطهم في نفس الاكتيفيتي. يعني انت فعليا بتتعب في تصميم ايش؟ قطعتين، هذه القطعه وهذه القطعه، ما هي هذه هي نفسها هذه، تمام، وهذه هي نفسها هذه، بس بيختلف تركيبهم بناء على شكل الشاشه. مرات انت بدك القطع زي ما قلنا في تابلت ينعرضوا جنب بعض 1 2 3، وفي البورتريت ينعرضوا ايش؟ 1 2 3. لحتى الان باللي احنا اخذناه هذا تصميم مختلف عن مين؟ عن هذا. فهذا بدك تروح تصممه لحال وتعمل لاي اوت وصمم اللي هنا واعمل اللي هنا واعمل اللي هنا وجمعهم مع بعض، وبعدين تروح تصمم هذا من اول وجديد. لكن باستخدام الفراجمنت انت بتصمم بس مين؟ 1 و2 و3 لحال، كل جزء لحال، وبتجمعهم بطرق مختلفة. بتقول في اللاندسكيب حطهم جنب بعض، وفي البورتريت حطهم تحت بعض. يبقى انت بتشتغل على مستوى اصغر، اللي هو مستوى مين؟ المحتوى الداخلي. هذه الفكرة انه انت تصمم قطع وتركبها بالطريقة اللي انت بدك اياها بتفتح لنا مجال كبير لتطبيقات. من ضمنها مثلا تطبيق التاب، تابس. ايش هي التابس؟ اللي هو بيكون في عندي تاب زي هيك، تمام، وتضغط هنا بيفتح لك شاشة، تضغط هنا بيفتح لك شاشة، تضغط هنا بيفتح لك شاشة، وهكذا. فعليا التاب ايش بيصير فيه؟
انت لما تضغط على اي زر من الازرار هذه، هذول اللي جوا عباره عن قطع مفصوله 1 2 3 4، انت مصمم كل واحده ومشغل كل واحده لحال، تضغط هنا بيجيب القطعه هذه بحطها هنا، تضغط على هذه بيجيب القطعه هذه بحطها هنا. واضح كيف؟ في كل شاشه في ايش؟ في قطعه مفصوله. فانت زي اللي بركب ليجو، عارفين الليجو التركيب بتاع الصغار هذا، زي تصمم انت قطع مفصوله وبتركبها. الميزه كمان انك انت بتشغل كل قطعه وكودها وشغلها لحال، موديولر ديزاين، مش بتاخده سوفت وير انجينيرنج وبتاخده انه لازم كل ما قسمنا الكود لاجزاء صغيره واشتغلنا كل جزء لحال بيكون افضل. هذا بتاخده نظره وبتحفظوه وبتكتبوه في ورقه. احنا ايش بنعمل؟ بنطبقه عملي. موديولر هنا مثلا في ليست فيو، تمام، بروح بشغل الليست فيو وبعبيها وبعمل الادابتر تبعها وين؟ في القطعه هذه. لكن لو القطعه كلهم مع بعض في اكتيفيتي واحده، كلهم تصميمهم في نفس المكان وكودهم في نفس الكلاس، هنا لا، كود كل واحده لها كلاس خاص فيها. فبدك تروح تعدل على الليست فيو، بتروح على الفراجمنت بتاع الليست فيو بتعدل فيه لحاله. فحتى في التصميم بيكون ايش؟ بيكون افضل. يبقى لحتى الان الفراجمنتس هذه هي عباره عن انه انت تصمم اجزاء التطبيق اليوزر انترفيس كاجزاء صغيره. هذا بيعطيك مرونه او مميزات التاليه. اول حاجه بتقدر انت الاجزاء الصغيره هذه تركبها وتجمعها بالطريقه اللي بدك اياها، وتخلي التطبيق يتناسب مع شكل او حجم الشاشه اللي تعرضها عليه. مش محتاج تصمم انت اكثر من تصميم لاكثر نوع شاشه، لا، بتصمم الاجزاء الصغيره وبتجمعها بطرق مختلفه. هذه اول ميزه. الميزه الثانيه بصير عندك موديولر ديزاين، اللي هو تصميم الكود تبع مقسم لاجزاء صغيره، وكل جزء مسؤول عن دور معين او شاشه محدده. بنظام الفراجمنتس احنا بنعمل هذا، زي ما قلنا مثال التابس هذا ما بقدرش اطبقه الا باستخدام الفراجمنتس. مثال ثاني على الفراجمنتس وهذا مشهور جدا، نافيجيشن دراور. ايش النافيجيشن دراور؟ لما يكون عندي جوال زي هيك اسحب زي هيك يطلع لي شاشه اللي بتطلع على الجنب هذا. زرار تحكم، تمام، بتكون الشجاع ظاهره، بعمل سلايد بتطلع. فعليا انا هذه لحالها بصممها كقطعه، وبقول بس اعمل سلايد طلع لي القطعه هذه اون توب اوف ايفريثينج. الان فعليا انا لما اصير اختار خيارات هنا مثلا بده يجي يغير وين؟ المحتوى تاع الشاشه الرئيسيه. محتوى الشاشه الرئيسيه برضه اذا هو الشاشات مختلفه، كل شاشه بصممها كفراجمنت، وبصير ايش اعمل؟ كل ما اضغط زر استبدل الموجود، استبدل الموجود هنا. الان التصميم الحديث لتطبيقات الموبايل بيقول لك بطلوا يستخدموا اكثر من اكتيفيتي وستارت اكتيفيتي، بطلوها هذه. شفتوا اللي احنا من اول فصل عليها؟ هذا بطلوا. الان كله بيشغل سنجل اكتيفيتي ومالتيبل فراجمنتس. يعني مثلا انت بدك تعمل ليست اضغط عليها يفتح لي محتوى، تمام، كله بيشغل في نفس الاكتيفيتي، اضغط هنا بستبدل هذا بحط فراجمنت جديد. يعني مثلا شاشه زي هيك فيها زرار ومحتوى هنا، بصير اضغط ايش بعمل؟ بستبدل المحتوى بحط بداله ايش؟ محتوى جديد، وهكذا كله في نفس الاكتيفيتي. فالتطبيقات الجديده كلها بقول لك احنا بنقلل استخدام الاكتيفيتيز قدر الامكان، بحاول يستخدم اكتيفيتي واحده او اثنين ويصير يبدل ايش؟ يبدل فراجمنتس. واضحه يا جماعه هذه؟ قلت الدكتور السنجل هذه بدلنا احنا الوجهات، طب الكود يعني الاكتيفيتي تتكون من اكس ام ال وكود جافا. حاله الفراجمنت لقيت مش هيصير في عندي كود الجافا، هيكون في عده ملفات ولا في ملف واحد؟ كل فراجمنت له كود جافا لحاله. له كود جافا لحاله. طبعا. وهذا هذا مش من المساوئ، من المميزات. واحد بيقول انا عندي ملفات كثير هيصير، لا، هذه ميزه انه يكون عندك ملفات كثير، لانه معناها انه كل ملف فيه كود اقل، وكل ملف مسؤول عن شيء معين. بكره انت في عندك غلطه كذا بتعرف وين هذه موجوده الغلطه، تمام، بدك تحسن في جزئيه معينه بتروح على الجزئيه دي بتحسنها.
يبقى اول حاجه موديولر ديزاين اللي هو تقسيم الكود لاجزاء صغيره سهل ان انت تتبعها وتعملها مينتنس وتحسنها. ثاني حاجه بيفيد الفريمز في موضوع ريسبونسيف ديزاين اللي هو استبدال القطع والترتيب بالطريقه اللي بدك اياها. واخر ميزه وهذه ميزه مهمه كمان انك بتعمل ريوزابل كومبوننتس. ايش هي ريوزابل؟ تعيد استخدامها. هذا الفراجمنت اللي انا تعبت عليه وصممت الليست وظبطتها وحددت الوانها ومحتواها وكذا والادابتر تبعها الاسبوع بشر فيه مش هيظبط معايا في الاخر زبط. هذا الليست فيو اللي انا تعبت عليها وعملت فراجمنت ممكن اخذها زي ما هي واستخدمها في تطبيق جديد. زي ما هي باخذها بس بستخدمها في تطبيق جديد. الفراجمنتس ممكن تصير ايش؟ ريوزابل. واضح يا جماعه؟ طيب بعد ما اعطينا المقدمه هذه نبدا ايش؟ نشوف الكلام هذا. الان اول مثال اطرحه على الفراجمنت ملوش اهميه كبيره. تمام؟ ايش هو هيعمل فقط؟ هيعمل لك الشاشه بالشكل هذا في وضع اللاندسكيب وبعدين هيقسم لك اياها قسمين، هذا ماخذ التلت وهذا ماخذ ايش؟ التلتين. وهنا بده يحط شاشه معينه ولتكن ليست فيو. وهنا شاشه ثانيه فيها تكست. تكست فيو. طبعا انتم بتعرفوا تصمموا حاجه زي هيك لحالكم. تعمل اكتيفيتي وبتقسمها قسمين وهنا بتحط ليست فيو وهنا بتحط ايش؟ تكست فيو. بس انا هذا بديش اعمله في اكتيفيتي واحده. بدي اروح اصمم فراجمنت في ايش؟ في ليست فيو. واصمم فراجمنت في تكست فيو. وبعدين اخذ الاثنين اجمعهم واحطهم في اكتيفيتي واحده. وبدي اعمل ايش؟ عشان يصير له فائده التطبيق انه في وضع اللاندسكيب يعرض لي اياهم جنب بعض وفي وضع البورتريت يحط لي اياهم تحت بعض. شفتوا كيف؟ انا صممتهم منفصلين وهجمعهم بطريقه مختلفه بناء على ايش؟ على الاورينتيشن تاع الشاشه. بدون استخدام الفراجمنت انت مضطر في حاله اللاندسكيب تعمل لي اوت وتصمم هذه من الالف للياء. وفي حاله البورتريت تعمل لي اوت ثاني وتصمم هذه من الالف للياء بطريقه مختلفه. لكن هنا لا، احنا هنتعب في مين؟ في هذول الاثنين ونجمعهم بطريقه مختلفه. خلينا نشوف الكلام هذا. عشان نشوف الكلام هذا يا جماعه لسه بديت انا تطبيق جديد ابيض. تمام؟ اكتيفيتي فاضيه. بتيجي على التطبيق وبتعمل كليك يمين وبتقول له طبعا الاكتيفيتي هذه لسه فاضيه، ماشي؟ فيش فيها ولا حاجه. هذه كونسترينت لي اوت. تيجي للتطبيق تبعك كم فراجمنت بدنا نعمل؟ اثنين. بتقول له كليك يمين على التطبيق وبتروح هنا مش اكتيفيتي، في عندك حاجه اسمها فراجمنت هنا. تمام؟ وبتقول له ايش؟ في الاول بلانك فراجمنت، ايش البلانك؟ فاضي. اختار بلانك فراجمنت وبدنا نسميه الان ايش بدنا نسميه؟ ماي ليست فراجمنت. طبعا انتبه معايا زي الاكتيفيتي كل فراجمنت بيعمل له ملف لي اوت وملف جافا زي الاكتيفيتي بالضبط. كل فراجمنت هو يعني ايش؟ هو قطعه من الاكتيفيتي. تمام؟ فاكيد لازم يكون له كود ولازم يكون له تصميم. فهذا اسم ملف الجافا وهذا هيكون ملف الاكس ام ال. هذول الصحات شيلهم. ليش؟ الصحات هذول بضيفوا كود في الفراجمنت. حاليا لو انا ضفت لك الكود هذا مش هتفهم منه حاجه. فبدناش اياه الكود كله. تمام؟ بعد هيك بعد ما تتعلم الفراجمنت بتصير تخلي الصحات هذول هتفهمه. طيب زي ما ضفنا الفراجمنت هذا لسه ما دخلناش في الكود، بدناش نقراه، بدنا نعمل الفراجمنت الثاني هذا. نعملهم الاثنين بعدين نروح نشتغل فيهم. اعمل كليك يمين نيو وهي فراجمنت بلانك فراجمنت. ايش بنسمي هذا؟ ديتيلز فراجمنت. ليش ديتيلز؟ يعني كانه لما اضغط هنا يطلع التفاصيل وشيل مين؟ صح؟ وقول له فينش.
تعال معايا كم كلاستر عندي؟ ثلاثة. اثنين لمين؟ للفريمز، واحدة للاكتيفيتي. كم لاي اوت صار عندي؟ برضه ثلاثة. الآن نروح للاي اوت الأولى اللي هي اسمها من لمين؟ للمايلست فريم. هتلاقي هو حاطط عندك اللاي اوت اسمها ايش؟ فريم لاي اوت. احنا بدناش فريم لاي اوت، بدنا نعتبر انه هذه لاي اوت زيها زي مين؟ زي الاكتيفيتي. فاروح اغيرها بس ايش؟ اكتب كونسترينت لاي اوت. عادي اعتبر انها هذا انا وين شغال؟ في اللاي اوت بتاعت الفراجمنت. انا شغال في اللاي اوت بتاعت الفراجمنت. هو باي ديفولت لقيته حاطط لي حاجه اسمها فريم لاي اوت. بدناش الفريم لاي اوت، رحت ايش غيرتها؟ خليتها كونسترينت لاي اوت اللي تعودنا عليها احنا. تمام؟ وهو لقيته حاطط في تكست فيو عامل لي اياهن، بدناش اياه برضه. تمام؟ احنا ايش بدنا نحط؟ ليست فيو. هاي ليست فيو اسحبها هيك وحطها هنا وخليه ايش؟ يشبكها. تمام؟ حاليا عشان طبعا لو شغلت الليست فيو بالشكل هذا بتبينش الليست فيو، ليش؟ انا فاضي. تمام؟ احنا حاليا بدناش نقدر نعبي فيها نعيد كود، بس عشان نميزها او عشان نعطيه باك جراوند لون معين مثلا اف اف 0000. يعني هلقيت مبدئيا هذه هتطلع الاكتيفيتي باللون ايش؟ باللون الاحمر. تمام؟ وخلص سيبها هلقيت. هذا تصميم مين؟ الفراجمنت على الليست. هلقيت في عندي فراجمنت ثاني اللي هو ديتيلز اكتيفيتي. تمام؟ هذا برضه روح خليه ايش؟ كونسترينت لاي اوت. هو في تكست فيو بس عامل التكست فيو ايش؟ ماتش بيرنت ماتش بيرنت خليه. تمام؟ بس بدي اروح اخلي له ايش؟ باك جراوند. هذا باللون الاخضر. صممنا التو فراجمنتس. الان خلصنا التو فراجمنتس تاعنا، طبعا ما كتبناش كود لسه فيهم. تمام؟ احنا حتى الان متجنبين ايش؟ متجنبين الكود. ارجع للمين اكتيفيتي. الفراجمنت مالوش قيمه يا جماعه الا لو انحط داخل اكتيفيتي. اللي بنعرض في النهايه ايش؟ اكتيفيتي. الفراجمنت ما بنعرضش، الفراجمنت عباره عن قطعه لازم تكون داخل الاكتيفيتي. تمام؟ لان الاكتيفيتي تاعتي هيها اللي اوت تبعها مالها؟ فاضي، فيش فيه حاجه. الان احنا ليش عاملين الاكتيفيتي؟ عشان نجمع فيها الفراجمنت. تعال لف هذا بس عشان نتعامل باللاندسكيب. انا حابب احط فراجمنت هنا، قطعه هنا تاخذ ثلث المساحه والثلثين ياخذهم الديتيلز، مش هيك احنا كنا ناويين؟ طيب كيف نخليها تاخذ ثلث وثلثين؟ بدك تحط الجايد. تمام؟ هاي الجايد لاين فيرتيكال. حط هنا بوينت ثلاثة. هنا بدنا نحط فراجمنت. تمام؟ طيب تعال هلقيت على كونتينرز، هلقيت في عندنا في الكونتينرز حاجة اسمها ايش؟ شايفينها؟ فراجمنت. اسحب هذا وحطه وين؟ حطه هنا. لأن أول ما تحطه بقول لي أنا لقيت إنه في أنت عامل ايش؟ تو فراجمنتس، ليست وفي ديتيلز. مين بدك تحط هنا؟ أنت قصدك مين؟ مش أنا سحبت فراجمنت وحطيته؟ لان بطلب منه مين الفراجمنت اللي بدك اياه، فبدي اقول له ايش؟ ليست فراجمنت. هبقي تضل علينا ايش يا جماعه؟ نربطه. تمام؟ وبما نحط له 0 دي بي تمام؟ وهي الفراجمنت اخذ مساحه الشاشه. طبعا هيطلع باللون الرمادي. تمام؟ في هنا اشاره احمر بالاحمر شايفينها؟ بقول لك يعني مش معروف مين الفراجمنت هذا، فبقول له خليه ايش؟ خليه يبين. شايفين هي طلع هيك.
شوفي الإشارة الحمراء بتصلح لي الخطأ اللي طلع. لحتى الآن لما بفرجيكوا كول ولا بفرجيكوا XML صح ولا لا؟ بس عملنا تو فراجمنتس وقاعد بجمع فيهم زي اللي بيلعب لعبة. هل قدر نحط هنا مين؟ فراجمنت تاني. طيب تسحب هيك وحط هنا. هلقيت مين بدك؟ بدي تديلز فراجمنت. نفس الشيء تمام. وهذه تعال على الزر الأحمر هذا unknown fragments تمام. الآن عرضنا إياهم جنب بعض فعليا كل واحد له كلاس لحاله layout لحال. رحت أنا على المين activity وجمعتهم مع بعض. الآن لحتى الآن المثال اللي عملناه ببينش أهمية الفراجمنت، لأنه ممكن يجي واحد يقول لك إيش؟ طب ما أنا بعمل في المين أكتيفيتي وبحط هذول الاثنين جنب بعض. طب تعال هلقيت معايا شوف أنا إيش بدي أسوي. هاي طلعوا طبعا على الشاشة، بس أنا إيش بدي أسوي؟ بدي أقول له إذا كان الجهاز انعرض في وضع لاندسكيب، إيش هي لاندسكيب؟ أفقي، يعرض التو فراجمنت جنب بعض. اذا عرضته في وضع البورتريت يعرضهم تحت بعض تحت بعض، او يعرض بس مين الليست فيو. هذا ما يعرضوش على اساس يعرض في ايش، في اكتيفيتي ثاني. كيف بنعملها هذه؟ طلع معي في عندي انا مجلد لاي اوت تمام، بدنا نعمل مجلد ثاني اسمه layout. بدنا نعمل مجلد تاني اسمه layout شحطة port. ايش معنى الكلام هذا؟ وممكن يكون في عندي مجلد اسمه layout land. الان متذكرين لما اخذنا values و values AR ايامها قلنا اذا كانت لغة الجهاز عربي بروح بدور على values AR، اذا كانت لغة الجهاز اي حاجة تانية بروح بجيب البيانات من وين؟ من values. نفس الحاجة مجلد اللي اوت. اذا انت عندك مجلد اسمه لي اوت بورت، بورت اختصار لايش؟ لبورتريت. واشتغل الجهاز، اذا كان وضع الجهاز بورتريت بروح بجيب اللي اوت من وين؟ من لي اوت بورت. اذا كان عندك مجلد اسمه لاند، لي اوت لاند شحطة لاند، وكان وضع الجهاز لاندسكيب بروح بجيب اللي اوت من وين؟ من لي اوت لاند. كيف احنا نعمل تصميمين للجهاز في لو اختلف الاورينتيشن؟ بتعمل مجلد لاي اوت واحد المجلدين هذول. ايش يعني؟ يعني مثلا بنعمل لاي اوت ولاي اوت بورت، هنا بنحط تصميم واحد وانا بتحط تصميم اثنين. الان اذا اشتغل الجهاز في وضع البورتريت بياخذ مين؟ تصميم اثنين. ما اشتغلش في وضع البورتريت، ايش يعني ما اشتغلش في وضع البورتريت؟ في وضع اللاندسكيب بتحط ايش؟ بتحط واحد. الان هذا التصميم اللي انا عامله حاططهم جنب بعض المفروض يشتغل في وضع اللاندسكيب تمام؟ فعشان هيك انا حاطه في مجلد ايش؟ مجلد لاي اوت. الان انا بدي اعمل مجلد ثاني واحط فيه تصميم ثاني، بس ايش بدي اسمي المجلد؟ لاي اوت بورت. هات نعملها على السريع. بدي اروح انا بس للبروجكت هنا عشان اطلع المجلدات تمام. هاي انا في عندي مجلد اسمه لاي اوت، هذا وين موجود؟ في الريسورسز معروف. تعال على الريسورسز وقلنا نيو
بدي اسميه لي اوت بورت. ايش بقول لي اكزيست؟ طيب انا عامله قبل هيك. هاي انا اعمل مجلد اسمه لي اوت بورت. ايش في حاليا اللي اوت بورت؟ فيش فيه ولا حاجه. الان تعال على المين اكتيفيتي لحالها، انسخها وحطها وين؟ في اللي اوت بورت. يبقى الان كم تصميم عندك للمين اكتيفيتي؟ كم ملف لي اوت؟ اثنين، واحد موجود في اللي اوت وواحد موجود في اللي اوت بورت، ولحتى الان زي بعض. ليش؟ انا ناسخ من هذاك لهنا. الان برجع هذا لاندرويد، تمام؟ هلاقي برضو طلع عندي هنا كم ملف، شايفين؟ اثنين، واحد كاتب مش مكتوب جنبه حاجه، واحد ايش مكتوب؟ بورت. ايش معناها؟ معناها هذا بيشتغل في وضع البورتريت. الان هذا اللي بيشتغل في وضع البورتريت في اثنين جنب بعض، المفروض في وضع البورتريت اعرض ايش؟ اعرض بس واحد. يعني انا بدي اروح اشيل الجايد لاين وبدي اقول له انه الفراجمنت الموجود هذا بدي اخليه يعرض لاخر الشاشه. هاي الفراجمنت، بس انا بدي اعملها في الكود. هاي الستارت تو ستارت اوف بيرنت، هادي تو اند اوف بيرنت، تمام. هذا صار ايش؟ ماخذ الشاشه كلها. يبقى انا كم عندي، كم تصميم عندي للاكتيفيتي؟ اثنين، هذا التصميم الاول وهذا التصميم الثاني اللي هو مفروض في وضع البورتريت. الاثنين بيعتمدوا على ايش؟ على فراجمنت، تمام. هذا بياخذ قطعتين بحطهم جنب بعض، وهذا بياخذ ايش؟ قطعه واحده بحطها على قد الشاشه. ومره ثانيه كيف اخلي لك للجهاز في لو اختلف الاورينتيشن يعرض شاشه؟ بتعمل زي ما قلنا للاي اوت مجلدين، لاي اوت بورت او لاند ومجلد لاي اوت. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني لو اشتغل الجهاز في وضع البورتريت بروح بدور على اوت بورت، ما لقاهوش ايش بعمل؟ برجع على اللاي اوت، زي نظام الفاليوز والفاليوز اي ار. الان انا لو شغلت الان لاحظ، الان هي انا في وضع هذا في وضع البورتريت، لفه هيك، تمام. هذا في وضع اللاندسكيب، تمام. لما يصير في البورتريت بعرض واجهه واحده فقط، تمام. لما تلفه بعرض لك هاي تنتين. فهذه يا جماعه كانت مقدمه سريعه على موضوع الفراجمنتس. الان لو بدون فراجمنتس بدك تشتغل هذا، هذه ريست فيو بدك تضطر انت تصممها بتفاصيلها هنا وهناك، لكن هنا انا صممتها مره واحده كقطعه وجمعت القطع بطريقه مختلفه بناء على اللي اوت. وضحت يا جماعه؟ هذه وصلت مفهوم ايش الفراجمنت، تمام. هذه كانت لسه بدايه، الموضوع هنتعمق فيه نكمل المحاضرات الجايه. يعطيكم العافية.